هو راه ناسي راه شو راه في رأي ذي الفرقة تيهضر. انا واحد غادي نقول شي حاجة تنقول لك انا واقعية ما تكذبش ما تدخل منين منين نقول لك هادشي كاين بصح هادي اللي قلت لك. دابا فاش كنتو مع اللعابة تيتناقش معاهم بحال باهم بحال خوكم الكبير بحال دير ماك بليزير بحال انا الباشا حمو بحال شي واحد اه شوفوا اللي غيصبر معايا فاش غيجوي فلوس غنعطيه ونزيدو تما اللي جالس معاك في الدار بحال كون الهضرة اللي تقالت هادشي هذا هو الديسكور ديال الديسكور ديالو قال لهم اللي صبر معايا دخلوا يجوا الفلوس هاد اللعيبه وتحل قال لهم شويه خفاف نعطيه ونزيدو تقدر تقول داك نعطاك ونزيدك واللي ما بغاش يصبر معايا يمشي يدعيني بحال هكا اه نقولوا كذبني شي واحد يقول لي قال لك نعطي شوف المشكل واش يهضر معاك هو واش باش يهضر معاك يهضر معاك نعطيك ونزيدك قال لك فاش تزيدني راه بينهم لي كونترا علاش قلت لك بان السيد راه ما فاهمش ولا احسن حاجه ما تقولش انا ما نقولش كيمشي بحالو ولا ما يمشيش بحالو وانا ديما من حد رئيس ديال الراجل تنبغي النجاح ديال الراجل ماشي هو كشخص ولكن تنقول لك دابا نتمنى من الرؤساء القدام والناس الاديرون كلشي يتجمعوا ويديروا يد اليد بغى يدخل معاهم هو مرحبا ما بغاش يدخل معاهم فهذا هو الوقت اللي تردوا الصرف لهذا الجمهور هذا